أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ في الفلك وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون
إلا رحمة منا إلا رحمة منا ومتاعا ومتاعا إلا رحمة منا ومتاعا إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين إلى حين إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل وإذا قيل لهم اتقوا لهم اتقوا وإذا قيل لهم اتقوا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما بين أيديكم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم وما خلفكم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم لعلكم ترحمون ترحمون لعلكم ترحمون لعلكم ترحمون وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.